بداية شو هن أنواع فقدان السمع؟ في فقدان السمع خلقي، في بيبقى في خلل بجهاز السمع من وقت ما يخلق الشخص، في المكتسب اللي هو بيكون على كبر، بيكون السمع عادي. أول شيء ارتفاع الصوت، لأنه اللي ما بيسمع بيعتبر إنه الصوت واطي، فبيضطر هو يرد بصوت عالي تهو يسمع حاله عم بيحكي. بيرجع ورد الدوخة، وجع الرأس، قلة التركيز، في أمراض فيروسية مثل الإربس إذا ما تعالج مزبوط بالدينة ممكن يودي لعطل دائم بالدينة. بأي مرحلة من العوارض بقول الشخص أنه لازم أنا أروح عند دكتور لحتى أشوف شو القصة؟ هلأ إذا في دوخة قوية، إذا في طنين قوي بالدينين، إذا في قلة التركيز والعمر، مثل ما أي عضو بالجسم بيتعرض للنشاف، فكمان أجهزة السمع بالرأس بتتعرض للنشاف. هي الناس اللي بتشتغل أكتر شيء بالرجرجات، هي الناس اللي بتشتغل بأماكن فيها الصوت كتير عالي، الفريكوينسي كتير دايما عالي، ذبذبات الصوت كتير عالي، هدول كلهم يعتبروا عوامل مكتسبة. يعني ما في مرض، مش مرض خلقي. في كتير أدوية ممكن تودي لفقدان السمع، من المضادات الحيوية مرتبطة كتير بفقدان السمع. تلاقيهم هدول الناس بيعانوا من نوع من أنواع الاكتئاب أو الابتعاد شوي عن التجمعات اللي بيصير فيها هيك إذا بدك محادثات، لأنه هذا النقص ممكن يكون مصدر للتنمر. القوقعة هي واحدة من الحلول إذا كان فيها مشكلة. في سماعات غير ظاهرة، يعني صح. مش بالضرورة حدا يشوف، إذا منك حابة الناس تعرف أنه أنت بتستعمل سماعة، صار في سماعات بتنحط داخل الدينة، كتير ممكن تفيد، لأنه بتاخد الذبذبات اللي بحاجة لها الصوت أو بحاجة لها الدينة. السمع اللي فاقد كتير او واقف كليا او عنده مشكلة سمع كبيرة ما بيقدر يعمل شيء، حتى السماعة ما بتقدر تفيده بشيء. قليل لحتى اللي تكون خلقية، 3% هي اكتر شيء مكتسبة. الناس اللي عطلوا حطوا ايرفونز وميوزك، ايه بأثر هالشي كمان؟ بأثر، هذا اللي عم نحكي عنه، انه وجود دايما الموسيقى، خاصة انه ما بيقتنعوا بموسيقى هادي، لازم تكون موسيقى عالية، فعمليا عم بتحمليها لطبلة الدينة أكثر مما هي بتحمل. في سبراي مثل الأوديو كلين بتحطيها، بترش بسبراي لحالها، بتعمل فوم بتظهرهم بالكوتون، تيجي ممكن تلقطيهم من برا. سو عمليا نجرب ما نوصل للطبلة، يعني استعمال الكوتون تيج هو سيء جدا. أول شيء بيكون عم بيدفش الصمغ على الطبلة، تاني شيء بيعرض حاله لجروحها داخل الدينة. إذا ما عم نعاني من مشكلة، مش بالضرورة يكون في زيارات للطبيب مدورة على قصة الدينين.